صباح الخير. النهارده هنتكلم على الديسليبيديميا. وطبعا احنا المفروض ان احنا كنا متعودين ان احنا بنقول هايبرليبيديميا. المفروض دلوقتي بلاش نقول هايبرليبيديميا. ليه بقى؟ لان هايبرليبيديميا معناها ان الكوليسترول عالي. طب ما انا في عندي نوع من الكوليسترول بيبقى انا عايزه يبقى عالي، اللي هو HDL. وبالتالي والHDL ده كمان يا جماعة بقى فاكتور مهم جدا في حسابات الريسك بتاع العيان. وبالتالي احنا بقينا نتكلم على اللي هو Drug Therapy of Dyslipidemia. قبل ما نخش في الدراجز تعال كده نشوف بسرعة هو ايه اللي بيحصل في الجسم، واحنا هنشتغل عليه ازاي، وبعدين هنتكلم على الكلينيكال ابليكيشن بتاع الدراجز دي. احنا هيبقى عندنا ليفر. الليفر دي بيبقى جواها كوليسترول. الكوليسترول ده جاي منين في الليفر؟ الكوليسترول ده جاي من تو سورس، لا اما بيتصنع اللي هو بنسميه دي نوفو، بيتصنع جديد خالص في الليفر، وطبعا بيبقى عندي هنا اللي هو هيدروكسي ميثايل جلوترايل كو اي ريدكتيز، اللي هو انتوا بتدلعوه بتسموه همج كو اي ريدكتيز، هو ده اسمه اللي بيننا وبين بعض يعني. وده المفروض ان هو بيعتبر الريت ليميتنج ستيب في تصنيع الكوليسترول. طب جاي منين تاني الكوليسترول؟ جاي من اللي هو ال LDL ريسبتور، ان انا باخد ال LDL من البلد وبدخله في الليفر. يبقى انا عندي الكوليسترول في الليفر لا اما بيتصنع لا اما انا باخده جاهز من البلد. طب انا هستغله في ايه جوه الليفر؟ برضه هستغله في حاجتين. اول حاجه ان انا هصنع بيه اللي هو مين؟ البايل اسيد، او هستنى اللي جاي لي من الاديبوز تيشو نتيجه ان انا بعمل فيها لايبوليسيس، وده هيطلع لي اللي هم الفاتي اسيدز اللي هي هتبدا تروح الى الليفر اللي هي بتبقى تراي جليسرايد. انا هعمل ايه بالترايجليسرايد؟ دول هيبداوا يخرجوا من الليفر علشان يكونوا لي البارتيكلز هي اسمها في ال دي ان. والفي ال دي ان ده بتبقى مليانه ايه؟ مليانه ترايجليسرايد ومليانه الكوليسترول. طيب تعالوا نشوف البايل اسيد دي بعمل بيها ايه. البايل اسيد المفروض ان هي بتنزل في الجي اي تي، بتشتغل على الفات، تشتغل على الفات سوليبل فيتامينز، هي ليها طبعا دور في الدايجيشن، وبعد ما بتخلص شغلها بيحصل ايه؟ بترجع تاني للليفر في حاجة بنسميها اللي هي الانتيرو هيباتيك سيركيليشن. طيب امال ال في ال دي ال اللي خرج من الليفر مين بيشتغل عليه؟ بيشتغل عليه انزيم
احنا اتفقنا ده هيبقى عبارة عن تراي جليسرايد وكوليسترول. بيشتغل عليه انزيم اسمه لايبو بروتين لايبيز. بيعمل ايه اللايبو بروتين لايبيز ده؟ بياخد ايه جوه في التيشو؟ ها؟ بياخد التراي جليسرايد وبيحول ال في ال دي ال الى ال دي ال. طبعا في اي وبعدين يعني بس هو بيتحول الى ال دي ال اللي هو بقى مني ايه؟ بقى مني اللي هو فيه كوليسترول بس. وبعدين عندنا بقى فيه اللي هو بيقف كده لوحده في السكه لوحده خالص اللي هو ال HDL. وال HDL ده المفروض ان هو زي ما احنا عارفين هو بروتكتيف، هو بياخد بقى الاكسس كوليسترول يبدا ياخده من التيشو وبيبدا يرجعه تاني في الليفر. ده كده الباسوي اللي موجود عندنا. طبعا بالاضافه ان انا هيبقى عندي هنا جوه في الدايت اللي احنا بناكله بيبقى فيه كوليسترول، ده موجود في الدايت بتاعنا. ده كده ببساطه اللي بيحصل في الباسوي ده. طيب تعالوا نبص فين بقى الدراجز هتشتغل. اول مجموعه من الدراجز اللي هي بنسميها همج كوي ريدكتيز انهبيتور، ودي اللي هتمنع الريت ليميتنج ستيب في تصنيع الكوليسترول في الليفر. لما انا بوقف تصنيع الكوليسترول في الليفر يبتدي الكوليسترول في الليفر يحصل له ايه؟ يقل. انت وقفت تصنيعه والليفر بتبقى عايزه كوليسترول، فتعمل ايه؟ اول ما بتوقف تصنيعه بيحصل حاجه اسمها اب ريجوليشن. اب ريجوليشن لمين؟ لل LDL ريسبتورز. وانس ان حصل اب ريجوليشن لل LDL ريسبتور يبدا ياخد ايه من الدم؟ يبدا ياخد ال LDL. فايه اللي هيقل في الدم عندي؟ هو ال LDL اللي هو مليان ايه؟ اللي هو مليان كوليسترول. يعني مجموعه الاستاتين اساسا بتبقى شغلها انها تقلل الكوليسترول في الدم. بس الحقيقه مجموعه الاستاتين مش بس بتعمل كده، هي ليها بقى حاجه فاسكولار افكت. طبعا يعني هنصدق ان هي بتعمل شويه فازو دايلاتيشن، هنصدق. لكن الحاجة المهمة اللي فيها اللي هي فكرة ان انتوا عارفين ان عشان يتكون اي ثرومبوزس لازم يبقى فيه اثيروسكليروزس، ولازم يحصل ايه في الطبقة اللي موجودة على البلاد فيسل دي؟ لازم يحصل رابشر. فهي الستاتين من الحاجات اللي بتعمل لي ستابيلايزيشن للبليك، ستابيلايزيشن للبليك اللي موجوده على الطبقه بتاعت البلاد فيسلز. طب دي هتفيدني في ايه؟ دي هتفيدني ان انا مش هعمل اكسبوجر، مش هعمل اتراكشن، مفيش بليتت، مفيش كلوتنج فاكتور، وبالتالي بقلل شويه الريسك اوف ثرومبوز. لكن المين اكشن بتاعها هو على اللي هو الهيدروكسي ميثايل جلوترايل كو اي ريدكتيز انزيم. طيب ده الاستاتين. تاني حاجه بيجي لي حاجه اسمها bile acid binding resin. ايه البايل اسيد بايندنج ريزن ده؟ انا قلت من شويه ان البايل اسيد بتنزل في الجي اي تي تعمل شغلها وبعدين ترجع ايه تاني؟ ترجع تاني علشان تخش الستورز بتاعها جوه في الليفر. البايل اسيد بايندنج ريزنز بيمسك في البايل اسيد وياخدها وينزل في الستور.
هو ده زوجته. واضح كده ان هو بيشتغل لوكال بس على الجي اي تي، ودي هنشوف بعد شويه ليها ميزه وهنشوف ايه ميزتها دي. انا هستفيد ايه لما اعمل كده؟ انا كده قللت رجوع مين؟ رجوع البايل اسيد في الانتيرو هيباتيك سيركيليشن، رحت مقلل دي. طب انا لما قللت الانتيرو هيباتيك سيركيليشن كده البايل اسيد في الليفر ايه؟ قلت. ما انا عايز اصنع. هصنع من ايه؟ هيبتدي برضو نفس المنطق يحصل لي ايه في ال LDL receptors؟ هيحصل لي upregulation لل LDL receptors، وفي نفس الوقت حب اخد من الدم ال LDL. يبقى لحد دلوقتي انا عندي دوايين تقريبا هي كل وظيفتهم ان هم قللوا ايه في البلد؟ ال LDL اللي هو مليان ايه؟ اللي هو مليان كوليسترول. بس الحقيقه دي كمان هيبقى فيها مشكله شويه. انت هنا هتبقى البايل اسيد قل، طبعا ده بيتكون بكميه مش قليله، فهتبقى عايز تصنع اكتر. تتوقع كده ان ممكن يحصل ايه كرفلكس في الليفر؟ مش مجرد بس ان ال LDL ريسبتور ايه تعلى، لا ده كمان ممكن يحصل ايه في الانزيم ده بتاع اللي هو الريت ليميتنج ستيب. انت عايز تصنع، ها، فممكن يبقى فيه ريسك انه يزود التصنيع شويه، ودي حاجه ممكن نقابلها في الهامك وايه اللي هو قصدي البايل اسيد بايندينج ريزم. في عندنا حاجه بتشتغل على اللايبوبروتين لايبيز اللي هي مجموعه ال فايبريت. الفايبريت ده كموليكولر بيشتغل على ريسبتور اللي هو اسمه بابار الفا، اللي هو بيروكسيزون بروليفريتيف ريسبتور، يعني اسمها بابار الفا، نوع من انواع النيوكليار ريسبتورز. وده بيزود ال LPL اكتيفيتي، ولما ال LPL يزيد احنا اتفقنا ان هو بياخد من الدم، هو بياخد الترايجليسرايد يدخلها في التشو. فلما بتزود ال LPL اكتيفيتي هيبدا ياخد من الدم، ياخد الترايجليسرايد في الدم. يبقى مين اللي هيقلله في الدم الفايبريت؟ هيقلل الترايجليسرايد مينلي في البلد. اوكي، طيب ممكن بقى اجي على الاديبوس تيشو اللي هو في اللايبوليسيس ده، وبندي اللي هو النيكوتينيك او اللي هو نيكوتينامايد، هو يعني نفس الاسم تقريبا. هتوقف اللايبوليسيس اهو. هتستفيد ايه لما توقف اللايبوليسيس؟ هتقلل وصول الترايجليسرايد الى الليفر، صح؟ ما هو الترايجليسرايد ده كومبوننت مهم في مين؟ في بيمسك مع الكوليسترول ويخرج في صوره ايه؟ في ال دي ال. فانت لما هتدي النيكوتينك وهتقلل وصول الترايجليسرايد للليفر، هبص الاقي ان الاوتبوت بتاع ال VLDL هي ايه؟ هيقل. يبقى انت هنا قللت في الدم مين؟ انهي نوع؟ الاثنين. انت كده قللت الكوليسترول وقللت الترايجليسرايد. بعد شويه ما هو انت ال VLDL ده هو اللي بيديني مين؟ فبالتالي سكندري برضه اللي انا عملته ده هبدا اقلل برضه ال LDL كمان. يبقى ده اللي هو النيكوتينيك او النيكوتينامايد. فاضل دواء اللي هو بيبتدي يشتغل لي على الكوليسترول اللي في الدايت او اللي موجود في الانتستين، وده اللي هو اسمه ازيتيمب.
الازيتي ماب هيقلل او هيمسك في الكوليسترول اللي موجود في الدايت، هيبدا ياخده ويمنع له، يمنع الابزوربشن بتاعه، وبالتالي هيبقى ميل لكل شغله على ها يقلل كوليسترول ولا يقلل تريجلسرايد. مين اللي هيبقى يقلل كوليسترول؟ يبقى انا عندي 5 كلاسز اللي هم معروفين في علاج الديسليبيديميا. في حاجات طلعت جديده، حاجه بس هجيب سيرتها كده وخلاص. عندي نمره 1، في دوايين بيشتغلوا على ال LDL mainly. ما يمنعش بعد شويه يا جماعه اني هقول كل الادويه دي حتى اللي بيشتغل على الكوليسترول ليه جزء بس بيبقى المين افكت بتاعه على مثلا ال LDL، وليه شويه افكت بسيط على الترايجلسرايد. يبقى هما في 2 بيشتغلوا على ال LDL مين، اللي هما مين؟ اللي هما الستاتين، البايل اسيد بايندينج ريزنز، وممكن اعتبر كمان الايزيتين. دول مين بيقلل الكوليسترول في الدم. في عندي الفايبريت، وده البرايمري افكت بتاعه هيبقى على ترايجلسرايد. ممكن يقلل شويه الكوليسترول بس بنسبه قليله قوي، لكن البرايمري افكت بتاعه هيبقى على الترايجلسرايد. في عندي النيكوتينيك، وده بقى اللي بيمنع اللايبوليسيس، وده اللي بيمنع او بيقلل الفي ال دي ال وبيقلل ال دي ال، وده الدواء تقريبا الوحيد اللي هو ممكن يشتغل لي على الاثنين، يقلل الترايجلسرايد ويقلل الكوليسترول. دول تقريبا هما المين دراجز اللي بنستعملهم في الديسليبيديميا. كلهم بقى مع الكرونيك يوز هيبقى فيهم احتماليه ان هما يزودوا شويه ال HDL. فيها كمان اكتر واحد ممكن يزود ال HDL هو النيكوتينك، ده اكتر واحد ممكن، لكن كلهم هيزودوا ال HDL. ما تنساش ان الستاتين مش مجرد دواء بيقلل كوليسترول، لا ده ممكن كمان يشتغل فاسكولار. وقلت الحاجه المهمه اللي فيه ان هو ممكن بيعمل ستابيلايزيشن للبليك بتاعه الاثيروسكليروزس فيقلل الانسيدنس اوف ثرومبوز. الحقيقه الادويه دي كلها ماشيه وبتنفع، بس في نوع بقى من الديسليبيديميا اللي هو يمكن تكونوا سمعتوا عنه، اللي هو الفاميليار تايب. والفاميليار تايب ده لما تيجي تبص للادويه دي تقريبا صعب قوي ان اي حد فيهم يعمل كنترول على النوع ده. عشان كده الريسيرش كله بيحاول ان هو يطلع حاجات اللي هي ممكن تشتغل مني في الفاميليار تايب. هتبصوا تلاقوا لو حد فيكم خد باله او بص يعني هبص لان معظمها بتبقى مونوكلونال انتي بوديز. وطبعا بس لو قلت مونوكلونال انتي بوديز انت بتتكلم في حاجه بتتاخد بارنترال، مش هتتاخد اورال غالبا، صح؟ وبالتالي لما تيجي تفكر في استعمالها لازم يستاهل تستعملها في حاجه تستاهل ده. وانتوا اكيد سمعتوا ان الفاميليال هايبركوليستيروليميا ايه مشكلتها، سواء بقى هيتيرو او هوموزايجوس. مشكلة طبعا هي العيان ممكن ما بيكملش كام سنة، ما بيكملش. الهايبركوليستيروليميا دي الفاميليال هايبركوليستيروليميا عيان ممكن يموت بدري قوي من الفاميليال هايبركوليستيروليميا. فطلع حاجات بقى بتشتغل، في منهم حاجات هو حاليا ابروفد وبقى بيستعمل، يعني بالنسبة لنا طبعا هيبقى حاجة ادفانسد. هو بيشتغل على بروتين، البروتين اللي هو بياخد او بيتحكم في نقل الكوليسترول جوه الليفر عشان يخرجه بره في الدم. لو حد فيكم سمع عنه ده ابروفد خلاص، اف دي اي ابروفد وبيستعمل، بس هو مونوكلونال انتي بوديز وبيستعمل مين بيتحط في الفاميليال هايبركوليستيرين، لانه صعب قوي ان انا ادي عيان كرونيك دواء حاجه زي مونوكلونال انتي بوديز. فهو الريسيرش معظمه شغال على الحته اللي هي لحد النهارده مش عارفين نسيطر عليها، لكن دول بالنسبه لنا الى حد ما اشتغلوا وجابوا نتيجه مش وحشه.
يبقى ده كده الميكانيزم. يبقى خلينا نركز انه لما اجي اقول ستاتين وبايل اسيد بايندنج ريزن وايزي تي ميم برايمري هيقللوا ايه؟ برايمري يقلل ايه؟ يقلل الكوليسترول. لما اجي اقول فايبريت برايمري يقلل ايه؟ يقلل ترايجليسرايد. لما اجي اقول نيكوتينيك هو ده اللي ممكن يشتغل على الاثنين ويقلل لي كوليسترول ويقلل ترايجليسرايد. في حاجات تانية، في حاجات تانية كتيرة بقى. ها؟ بتضحكي ليه؟ حاجات بقى اللي هو بنسميها احنا ايه في العرف بتاعنا؟ اجتهادات بقى. حد يعرف حاجة مشهورة قوي وتستعمل كتير قوي والمبيعات بتاعتها يعني عالية جدا، حاجة مشهورة قوي الناس كلها بتقول لك النبي اديني ده، انا اصحابي بياخدوا ده وعندي مش عارف ابن عمتي بياخد الدواء ده الدكتور كاتب له. ها مشهور قوي يا جماعه. ايه سمعتوا عن الاوميجا؟ اوميجا ايه وضعه ده؟ اوميجا 3 ايه وضعه؟ ها شكرا صح، هو بولي انساتوريت الفاتي اسيد. ايه بقى يعني ايه هيعمل ايه؟ هيقلل هيزود ال اتش دي ال. ها بيزود الكوليسترول الريليس من الليفر عشان بيزود. انت كده بتضر العيان. لا سوري يعني بينزل اكتر في البايل عشان هو الاوميجا. والله العظيم الشركه لو سمعتك كده هتديك جايزه نوبل. ما اعرفش مش هو كانوا قالوا لنا ان هو مين اللي قال. عايز اعرف مين اللي قال. عايز اعرف مين اللي قالوا لكم البايو كيمست. اوكي الكوليسترول هيدروجينيتد ما بيتكسرش كويس في الليفر فما بينزلش مع البايو. طيب هو الاوميجا 3 المفروض ان هو بيشتغل مني على الترايجليسرايد. اوكي لكن حتى دي كمان النهارده بقينا مش متاكدين من هو بيقوله ده. هو الترايجليسرايد بنفس اهميه الكوليسترول؟ ها يعني في الاثيروسكليروسيس مين اللي ليه المين رول؟ الكوليسترول. فادي اول نقطه فيه. هو زي ما انتم بتقولوا ولكن كل شويه بيطلع لنا داتا بتقول هو ينفع ولا بيقلل ولا بيقدرش، فاحنا متلخبطين في الداتا بتاعه الاوميجا 3. هو يمكن في حاجه وهي جت من اوبزرفيشنال، هم لاحظوا ان الناس بتوع اليابان الانسيدنس اوف ثرومبوزيس عندهم والمايوكارديال انفارشن اقل من الناس التانية، فابتدوا يفكروا ليه. اكتشفوا ان دي حاجه في الكالتشر وفي الدايت بتاعتهم ان هم اكلهم مين بيبقى ايه؟ اسماك. فاكتشفوا ان في الاوميجا 3. هو الاوميجا 3 في ميزه، احنا عرفنا انه في عندي حاجه اسمها ثرومبوكسين اي 2 وبروستاسايكلين اي 2. الاوميجا 3 معروف عنه ان هو بيطلع حاجه اسمها ثرومبوكسين اي 3 وبيطلع بروستاسايكلين اي 3. اوكي ايه الفرق؟ ثرومبوكسين اي 3 ده ليس اجريجاتوري، يعني ما بيعملش اجريجيشن قوي زي ثرومبوكسين اي 2، والبروستاسايكلين اي 3 ده مور انتي اجريجاتوري. بس فهي دي الميزه اللي في الاوميجا 3. اوميجا 3 النهارده بقى عامل زي البي 12 كده، بيستعمل برضو كده يعني اي روشته بيبقى محطوط عليها كده فوق البيعه اوميجا 3 فاتي اسيد. لكن خلينا برضو نبقى مش بالدرجه القويه اللي احنا بنروكم ليها دي. من ضمن الحاجات اللي بتستعمل انتي اوكسيدنت. بتحط لك بقى فيتامين اي وبيحط لك فيتامين سي بس خلينا ناخد بالنا برضو انه هي ليها رول. ليها رول. انتوا عارفين ان بدايه تكوين الاثيروسكليروسيس اوكسيدايزد ال دي ال. ليها رول بس مش بالرول اللي احنا متخيلينه قوي ده. اوكي طيب ايه رايكم في الدايت؟ اما اجي عينه اقول له امنع بقى الدايت وما تاكلش وما تاكلش وما تاكلش، هو الرول اوف دايت في في الـ في الديسليبيديميا عالي قوي؟ 50%
يعني مش هقدر اعرضك لاني ما عنديش داتا اقدر اقف عليها على يعني 50%. في بعض الناس بتقول لك لا هو دوره لا يتعدى 25-30%. انا قلت في الليفر، انا ما قلتش نصه على فكره، جيت كلمه نصه دي انا ما اقدرش اقول ان هو نص، ما اعرفش، لكن يعني الرول بتاعه برضو. النهارده احنا بنعيد حساباتنا تاني في موضوع الدايت والكلام ده، حكايه ان هو الزيوت مش عارف ايه، في اعاده في الحسابات في الكلام. ممكن جدا بعد فتره نبص نلاقي ان الحاجه اللي احنا التابو اللي احنا كنا عارفين ممكن كل ده يكون بيتكسر قدام عينينا اللي احنا عشنا فيه سنين. الله اعلم، انا ما اعرفش اللي هيحصل، بس خليكم فاكرين انه فكره الدايت مش يعني هي دلوقتي بتتهز، الله اعلم ايه اللي هيحصل فيها بعد كده. دكتور، كنا خدنا في البايو السنه اللي فاتت اللي هو الفايبرز اللي كتير بتقلل الكوليسترول. اكيد، بس هل انت تقدر تعتمد على فايبر في علاج؟ هو ده من ضمن الفايبر. انا بتكلمش عن الفايبر على فكره، انا بتكلم على الدهون والسمن البلدي، يعني بتكلم عن الحاجات دي. الحاجات دي النهارده ابتدت تتهز كده، يعني ابتدينا بقالنا سنتين ثلاثه الكلام ده بيتهز في دماغنا، بقى في ستاديز كتيره بتقول يا جماعه لا، في مش زي ما انتم بتتكلموا، مش زي ما انتم بتقولوا. اللي انا عايز اوصله لكم انه ما تستغربوش لو بعد فترة اكتشفتوا ان كل اللي احنا كنا عايشين فيه ده كان ايه؟ وهم. الله اعلم، انا مش بقول ان هو هيبقى وهم، لكن برضو خليكوا كده بتبقوا بتستعملوا مخكوا وانتوا بتتكلموا في اي حاجة. اوكي، دي كده الادوية اللي احنا هنستعملها. تعالوا بقى نمسك دواء كده ونبدأ نشوف ايه المشاكل اللي ممكن تواجهني فيه. بالنسبه للستاتين، اول مشكله الحقيقه وده كادفرس افكت، هو هيبقى عندي حاجتين مهمين جدا في الستاتين. وانت حضرتك بتكتب ستاتين للعيان، اول حاجه تعملها قبل ما تبدا الستاتين لازم تاخد ليفر فانكشن بيز لاين. ده لازم. يعني ايه ليفر فانكشن؟ وهنا عايز يعني عشان محدش يتلخبط، اللي هي ليفر انزايم. وخلينا متفقين ان لما اقول ليفر انزايم غير لما اقول ليفر مايكروزومال انزايم، دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. الليفر مايكروزومال انزايم دي بتاعت ايه؟ بتاعت الدراج ميتابوليزم. لكن الليفر انزايم اللي هي الاي ال تي والاي اس تي دول بيعبروا عن الليفر فانكشن. فحضرتك قبل ما تبدا الاستاتين المفروض بتاخد بيز لاين ليفر فانكشن اللي هو الاي ال تي مثلا، وهتبدا استاتين هتفولو الليفر فانكشن، متوقع انها تعلى، متوقع انها تعلى مع الاستاتين. طب امتى اوقف الاستاتين؟ هل لو عليت شويه هقول للعيان لا خلاص كده هوقف لك الاستاتين؟ ايه الحد الفاصل ها اللي هو هقول لا انا هوقف الاستاتين؟ لو عينت اكتر من كام الاكسبتد انها ممكن تعلى الدبل هاكسبت، وفي بعض الناس بيقول لك خليها تريبل. عشان كده انا واخد البيز لاين، خدتوا بالكم ها؟ لان البيز لاين ده انا بقول دبل او تريبل، ما قلتش رقم، فلازم ابقى عارف البيز لاين بتاع العيان ده ايه. اوكي، تاني مشكلة خطيرة جدا فيه اللي هي الميوباثي. والميوباثي ده هيبقى مونيتورد بايه؟ الانزيم اللي هو مسؤول بتاع المص اللي هو اسمه اللي هو الكرياتين كاينيز. كرياتين صح؟ مش الكرياتينين صح؟ كرياتين. الكرياتين كاينيز هو ده اللي هتفولو بيه او هتاخد بالك منه. لان ساعات العين بيجي يقول لك ايه؟ انا لما ابتديت الاستاتين حاسس ان عضلاتي تعباني، مش قادر اطلع السلم. اوكي هنقبلها. لا، ساعات العيان بيوقف، ودي بتبقى من الحاجات اللي بتخلي العيان يوقف الدواء.
ففي حاجتين في الستاتين لازم تبقى أوير بيهم قوي. لو انت ما خدتش بالك والحالة بتاعت المصل بتاعت العيان دي بتزيد، ده انت ممكن تدخله في مايوباسي، وممكن تدخله في حاجة اللي بنسميها ربدو مايو لايسيز، بس دي صعبة انها تحصل لوحده من الستاتين لو اديت دوايين، او عيان بقى عنده حاجة رينال امبيرمنت يعني فيها، لو في ريسك فاكتور مع العيان وانت كملت الاستاتين ممكن توصله اب تو رابدومايولايسيس اللي هو يحصل لايسيس في السكيليتال ماسلز. يبقى دول حاجتين هتاخد بالك منه. فكره بقى ان هو ممكن يعمل جي اي تي ديستربنس، ممكن يعمل اللي هو كاتاراكت. اوكي انا عندي حاجتين مهمين قوي خليكم فاكرين قبل ما تبدا تاخد بيز لاين ليفر، ده اساسي ما تبداش استاتين من غير بيز لاين ليفر. في حاجه في الستاتين ودي يعني هقولها لكم برده، لما جينا بصينا في الريجيمن بتاع الستاتين، انا الستاتين دي عندي على فكره منها ممبرز كتيره قوي، سيمفاستاتين اتورفاستاتين حاجات كتير نزلت مثلا لا يقل عن 10 12 ممبر من الستاتين. لما جينا قلنا نستعمل الستاتين ازاي، ايه الدوز اللي نستعمله، فالناس ابتدت تقول ان الستاتين كل ممبر في حاجه اسمها لو انتنسيتي، في حاجه اسمها مودريت انتنسيتي، في حاجه اسمها هاي انتنسيتي. المقصود بيها ايه؟ دوز. يعني ايه؟ يعني انا عندي ممبر من الستاتين، انا قررت ان العيان ده هفترض مثلا ياخد 1 يونت من الدواء ده، في عيان تاني هبدأ له باتنين يونت، في عيان تالت هبدأ له بتلاتة يونت، هو دول اللي بنسميهم ايه؟ انتنسيتي. ففي لو وفي مودريت وفي هاي، بناء على ايه حضرتك بتاخد القرار ده؟ بناء على الريسك فاكتور عند العيان، واحتمالية بتتحسب كده في كالكوليشن بيتحسب احتمالية ان هو يصاب بكارديوفاسكولار ايفنت، فبتاخد الديسيجن ده. طب عيانين كتيرة قوي ببص الاقي ان انا بديهم هاي انتنسيتي ستات، تفتكروا ايه اللي بيحصل مع العيانين دي؟ انا قلت لازم حاجتين، العيان بيشتكي من ان هو عضلاته بقت مش زي الاول، مش قادر. يعني انت لو بتتكلم في واحد سنه صغير مثلا وبتديله ستات يقول لك مش عارف العب كوره، مش عارف العب رياضه، مش عارف اطلع سلم. تفتكروا ايه المشكله في الهاي دوز دي بقى؟ compliance. فاحنا احنا بنحط استراتيجي في العلاج لكن مش واخدين بالنا من الكومبلاينس. وفي يعني ستاديز ابتدت تقول لك انه كام في الميه من العيانين بقى اللي ماشيين على هاي دوز من الاستاتين دول ممكن يوقفوا الاستاتين، بس نسبه مش قليله على فكره، ممكن توصل ل 40 50% يوقف الاستاتين مجرد ان هو مش كومبلاينت معاه لان الدوز عاليه قوي عليه. فانت بقى لازم بتبقى ده ذكاء في انك انت تتعامل مع الدراج. لكن لو حد فيكم فتح هيلاقي سوليد فاكت كده، هتلاقي الدواء مكتوب لك ده لو انتنسيتي تدي كذا، المودريت تدي كذا، الهاي تدي كذا، بس خد بالك الكومبلاينس لان ده ممكن يبقى ياثر على الكومبلاينس. يبقى باختصار الحاجات اللي علينا، الستاتين لما هتبداه ها هتمونيتور ايه قبل ما تبدا بيز لاين ليفر فانكشن، وتمونيتور الميوباسي مع العيان. دول حاجتين مهمين قوي مع الستات. ما هو خد انت عندك بيبقى رينج حضرتك، رينج من كذا لكذا، المعمل بيقول لك انا لحد كذا، لحد مثلا في معمل بيقول لحد 42، في معمل بيقول لك لحد 12، فانت هنا بتبقي عارفه هو كام كويس، وبعدين تشوفي هو عيني كام. طب لو الليفر فانكشن اصلا عند المريض ده لا، دي قضيه تانية بقى. ليفر فانكشن عاليه لا، ممكن جدا اخد قرار ان ما اديش ستات. حتى لو مش عاليه مثلا دبل عاليه حاجه بسيطه ما هو مره ونص مثلا ايه اللي معليها؟ اولا هو يعني لحد مره ونص بنعتبرها حاجه نون سبيسيفيك، لكن لو في سبب
عند العيان معليله الليفر انزيم، لا لازم تاخدي بالك وتراجعي قرارك تاني، مش هتبدأي في حاجه زي دي. اوكي، فدي نقطه مهمه. انا عارف منين ده ان هو عادي، يعني مثلا لو العيان ده ما عملش الليفر انزيمز قبل كده واحنا بنقول بيز لاين بتاع، انا بقول اهو وانا بقول ايوه انا عارف منين، هل ده بيز لاين ولا هو عيان؟ ما انا هقول لحضرتك اهو، ما انت قبل ما تبدا الاستاتين بتعمل صح؟ ماشي، ما ممكن يكون عيان ولا ما اعرف. خلاص لو عيان يبقى انفستيجيت هو ليه مع ايه اللي معنيهوله، شوف بقى دي حاجه فايرال ما اعرفش. انا عارف منين طالما البيز لاين مش متحدد لكل واحد؟ لا البيز لاين متحدد، مين اللي قال كده؟ بس في المعامل مختلفه البيز، يعني مثلا المعامل يقول لك لحد 12 يونت، فانت البيز لاين بتاع العيان ده كان 6 مثلا، فتبقى عارف البيز لاين بتاعه كام عشان لما تلاقيه ان هو عادي تبقى عارف هو عادي كام. لو بقى مش عارف مثلا 20 بقى 25 فانت كده عمال يعلى اهو، فلازم تبقى اوير ده. فالبيز لاين بتاع كل عيان لا ثابت طبعا، مش ثابت. طب ده بالنسبه للاستاد. طب نيجي اللي هو البايل اسيد بايندينج ريزن اللي هو الكوليستيرامين. الكوليستيرامين اتفقنا ان هو بيشتغل ايه؟ لوكال، بيشتغل على الجي اي تي. والحقيقه في وقت من الاوقات ده كانت ميزه فيه. ايه بقى الميزه بتاعت اللي هو الكوليستيرامين او الكوليسترين؟ هو ما فيهوش مشاكل الايه؟ ها؟ ما فيهوش مشاكل الليفر صح؟ ما فيهوش المشاكل دي. وبيشتغل على الجي اي تي وبيشتغل على البايل اسيد. تتوقع ايه اللي ممكن يحصل؟ انت وقفت بايل اسيد. ها؟ وهو عباره عن موليكيول كبير قوي كده. اي حاجه هيلاقيها قدامه في الانتستين هيمسك فيها. اول مشكله كانت بتواجهنا ان هو دراج تراكشن. الكوليستيرامين هيمسك في ادويه كتيره. اشهرهم ممكن يمسك في الوارفرين، ممكن يمسك في الديجوكسين. فانت بتعمل ايه؟ ها بتفصل بينه وبين الادويه. الحاجه الثانيه ده هو كمان ممكن ياثر لي على الابزوربشن اوف فات سوليبل فيتامينز. اوكي دي برضو حط عليها بقى اللي هو فكره الجي اي تي ديستربنس اللي بيعملها ان هو موليكيول كبير قوي. الدواء ده عيبه ان هو بيبقى عباره عن زي ساشت كده، لازم يتدوب كويس ويتحط في ثلاجه عشان يحصل له ديسبيرشن، ان هو ما بيدوبش بسهوله في الميه، فلازم يتدوب كويس وبعدين يتشرب. في مشكله في التعامل معاه ككومبلاينس، لكن هو مستو ان هو ما بيعملش اي سيستميك ادفرس افكت. اتفقنا ان انا ممكن اتوقع منه ان السنس بتاع الكوليسترول ايه؟ ها؟ يزيد شويه، فعشان كده بقينا بنقول اه ممكن كمان تحط معاه حاجه زي الاستاتين علشان تغطي الزياده الكومبنساتوري ميكانيزم اللي ممكن تحصل دي. طب الايزيتيميب ده الحقيقه دواء ضعيف. يعني معظم الايزيتيميب بيبقى نازل مع استاتين مثلا. بيعمل كومباينيشن بينه وبين الاستاتين. هو بيشتغل على الكوليسترول اللي في الدايت الى حد ما الافكاسي بتاعته مش عاليه قوي، ما بيدينيش الريسبونس اللي انا عايزه قوي، فغالبا بنحطه مع ستاتين علشان يبدا يشتغل. الادفرس افكت بتاعه تقريبا هو برضه جي اي تي، ابدومينال بين وجي اي تي ديستربنس، لان هو الى حد ما بيشتغل على الجي اي تي بس. هنيجي للفايبريت. الفايبريت اتفقنا ان هو مين اللي هيقلل ايه؟ ترايجليسرايد مين، فده هيستعمل في الهايبر ترايجليسريديميا، ده هو المين انديكيشن بتاعه. الفايبريت في منه ممبر كتيره، طلع منه بقى اللي هو الكلو فايبريت والفينو فايبريت والجيمفيبروزيل، كل ده طلع منه كممبرز من الفايبريت. اخطر حاجه في الفايبريت ان هو برضه كمان ممكن يعمل مايوباثي. فكره ان هو يعمل جول ستون الحقيقه دي كانت موجوده في الممبرز الاولانيه منه، لكن ما بقتش موجوده قوي مع الجديد. لكن الحاجه الخطيره اللي ما راحتش من الفايبريت هي المايوباثي. ادي تاني دواء بيعمل مايوباثي. ها؟ زي مين؟ زي الاستاتين. وكان في من يعني اللي خلانا خدنا بالنا قوي من النقطه دي من كام سنه،
ان الشركه نزلت فايبريت جديد وراح تحطها مع ستاتين ونزلوه دواء واحد. طبعا الريسك او الانسنس بتاعه المايوباسي كانت عاليه لدرجه ان الدواء ده نفسه اتسحب من السوق ما بقاش ينزل خالص. فيعني خد بالك انك انت هتدي الاثنين دول مع بعض، خصوصا لو العيان كان عنده كمان رينال امبيرمنت، لا انت كده بتزود الريسك قوي 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 علشان يحصل المايوباسي للعيان. فدي اخطر حاجه انت خد بالك منها في الفايبريت. طب نيجي للنيكوتينيك. النيكوتينيك اتفقنا هيشتغل على اللايبوليسيس، هيقلل اللايبوليسيس فهيقلل الفي ال دي ال وهيقلل ال دي ال. حلوه. ايه الادفرس افكت بتاعته المتوقع؟ اول ادفرس افكت وده حاجه مشهوره قوي معاه ان هو بيزود شويه البروستاجلاندين فبيعمل زي فازو دايلاتيشن، فبيعمل حاجه مشهوره قوي اسمها فلاشنج. الفلاشنج ده جاي من زياده بروستاجلاندين. طب ما سهل، ما انا ممكن اوقف البروستاجلاندين صح؟ اوقفه بايه؟ ها؟ أسبرين. طب هو انت ممكن تحطي مع الدواء بتاع اللي بيقلل الكوليسترول تحطي معاه أسبرين؟ هو ده منطقي؟ لا ده منطقي جدا يا جماعه. ما هو العيان ده انت ليه بتديله الدواء ده؟ عنده أسيروسكليروزس صح؟ وفي نفس الوقت انت خايف يحصل له ثرومبوزس فهتديله انتي بليت. يعني مفيش مشكلة خالص في الأسبرين، فهو فعلا بيتاخد مع الأسبرين عشان أقلل فكرة الفلاشنج. في كمان حاجتين ممكن إن هو يعمل لي زي هايبريوريسيميا، ممكن يزود اليوريك أسيد، وممكن كمان يعمل جلوكوز انتولرنس، ده على اللونج تيرم يوز بتاعه. ففي حاجتين برضه لو أنت هتكتب نيكوتينيك لازم تاخد بالك من الحاجتين دول. هو ممكن يعمل مايوباسي، احتمال ضعيف جدا جدا جدا، لا يقارن بمين؟ بالاثنين الاولانيين اللي هم مين؟ اللي هم الفايبريت والستاتين، لا يقارن بالستاتين والفايبريت، هم دول اكتر حاجتين بيعملوا المايوباسي. طيب اخر حاجه في الجزء ده، لو انت قررت تعمل كومباينيشن، عايز تدي بقى دوايين مع بعض، عايز حد كده يقول لي اعمل في جملة واحدة، لخصت الكومباينيشن في جملة واحدة. ها؟ ايه؟ بالظبط كده. بالظبط كده. اللي انت قلتيه ده هو ده الصح. بص حط اي حاجة مع بعض. لكن ها؟ ما تحطش فايبريت مع ستاتين. ينفع تحط اس تي ميب مع ستاتين؟ اه ينفع. ينفع تحط كوليستيرامين مع نيكوتينك؟ اه ينفع. ينفع تحط نيكوتينك مع ستاتين؟ ينفع. اي حاجه تنفع، بس ما تحطش ايه؟ ما تحطش فايبريت مع ستاتين، لان هنا الريسك اوف مايوباسي هيبقى ايه؟ هيبقى عالي قوي مع المريض بتاعك. طبعا العيان ده ما تنساش ان اكتر حاجه ممكن تزود ال HDL هي مين؟ ها؟ ده دواء، مفيش حاجه ناتشرال. الرياضه بتزود، اللي هي وخصوصا اللي هي البروله، يعني هو يمشي بس الرياضه مش الرياضه بتاعتنا اللي هم اتنين ماشيين مع بعض بيحكوا مع بعض وبيتحكوا، لا رياضه بمعنى رياضه، يعني انا نازل نص ساعة بتمشى أو بهرول بدون ما أقعد أتكلم مع اللي جنبي ونجيب سيرة حد، لا 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 دي ما اسمهاش رياضة خالص، دي بتبقى حاجة تانية. لكن رياضة بمعنى رياضة من الحاجات طبعا اللي بتبقى مفيدة أوي. في أي سؤال في الديسبلينيا؟ ها؟ النيكوتينيك أنا مش فاهم بس إزاي النيكوتينيك هو دلوقتي هيقلل الترايجلسرايد الرايح. طب ما هو الليفر برضه هيطلع كوليسترول. ما هيطلع منين؟ هيطلع مع مين؟ ما هو مش كده كده بيحطوا على بروتين وبيطلع يعني كده؟ لا ده عشان يطلعوا في الدم مع مين؟
مع التراجلسرايد هو هيخرج يعني هو ينفع من الليفر يخرج ال دي ال ده فيسيولوجي ينفع ولا بيخرج لازم يكون مع مين؟ ما هنا بقى هنيجي على فكره الابوبروتين ده بقى كيمياء يعني ده هنا ما ينفعش يخرج لوحده ما عشان يخرج من الليفر يخرج في صوره في ال دي ال والفي ال دي ال ده لازم يبقى معاه ايه؟ معاه ترايجلسرايد فبالتالي انت هنا لازم تحط ترايجلسرايد معاه عشان يخرج انت لما هتقلل الترايجلسرايد الاوتبوت بتاع ده هيقل بس وهو فيدباك هيقف يعني مش عايز اخش في تفاصيل قوي بس فيدباك لو انت الكوليسترول ما خرجش فيدباك يعني بيحصل الجسم بيقدر يظبط نفسه بس انت بتخش بتغير حاجه واحده بس والجسم بيعاين يظبط نفسه بعد كده حد صايم ومنعت اللايبوليسز خصوصا لو هو مثلا دايبت مش متهيألي هو ال انت خايف من الهايبوغلايسيميا يعني؟ لا ولا دي مش حاجة مش يعني انت يعني انت متوقع ان انا حدي دواء بدوز توصل ان انا اوقف اللايبوليسز 100% لا دي برضو نقطة بتواجهني كتير قوي انه فيش حاجة اسمها دواء يوقف في السيروجيكال بروسيس 100% دي صعب جسم مش هيسمح لك بها فيعني مش هتقف 100% انت بتقللها بتقلل لكن مش بتمنع يعني ياخد بالك مفيش دواء هيقدر يعمل ان هو يوقف 100% من الفيسيولوجيكال بروسيس صعب مفيش دواء جسم مش هيسمح لك ان انت تعمل ده كله اوكي في اي سؤال شكرا